السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نتكلم عن بذرة القطونة. حجمها صغير أقل من حب رشاد، وهي توجد في الهند. تصنف مع البذرات، مع السمسم، مع حبوب الكتان، مع الحبة السوداء، مع الحلبة، مع حب رشاد، لأن لها نفس الخاصية وتستعمل بنفس الكمية. بذرة القطونة قوتها وسرها في الألياف، لأن هذه البذرات فيها ألياف لا توجد في النباتات الأخرى، لا توجد في الخضر والفواكه والنشويات. تحتوي على مادة علكية تلتصق لما ترطب في الماء، كذلك حب رشاد يلتصق لما يرطب في الماء. بذرة القطونة أكثر وأقوى من حب رشاد. بذرة القطونة فيها تركيز عالي من الفيتامين سي، أعلى من الحوامض. الكمية 2 إلى 3 ملاعق صغيرة في اليوم. هذه المادة العلكية تغذي البكتيريا الصديقة أولا، وهي التي تخرج المواد السامة، منها البلاستيك، من الجسم، وكذلك المعادن الثقيلة، وكذلك تخرج المعادن الثقيلة من الجسم. جميع المواد السامة حتى الكبريت تشد هذه الأشياء وتخرجها من الجسم. هذه البذرات يجب أن تستهلك يوميا. الكمية ملعقة كبيرة في اليوم كافية من بذرة القطونة، فهي ضرورية، وضرورية للأطفال الذين عندهم توحد، لأن أصحاب التوحد عندهم مشكل في الأمعاء، حتى عندهم ديدان في الأمعاء. أن توضع في الخبز كذلك، توضع بذرة القطونة في الخبز فهي تشد العجين، تعجن، توضع مع العجين فهي تشد العجين. تستعمل ملعقتين أو 3 مع دقيق. كذلك هناك أشياء تشد العجين ممكن أن توضع مع الخبز، مثل الخروب، خروب مطحون، فهو مهم جدا لتقرحات القولون وللقولون العصبي ولكرون. أشياء على مستوى القولون يفيد كذلك أشياء على مستوى القولون. بذرة القطونة تخفض السكري النوع الثاني على الخصوص. يجب أن يستهلكها أصحاب السكري أن يستفيدوا منها، وتخفض كذلك الضغط. هذه البذرات صديقة للقلب والشرايين، تخفض الكوليسترول، وتخفض الشحوم الثلاثية، وتخفض الأنزيمات الخطيرة في الدم، جيدة للأمراض المناعية الذاتية كلها، وجيدة للسرطانات، وهي غذائية ليس فيها خطر، صالحة للجهاز الهضمي وللجهاز الدموي. تضبط الهرمونات عند النساء، وتضبط الهرمونات بالنسبة للأشخاص الذين لديهم سمنة. بذرة القطونة أن تكون في النظام الغذائي، فهي تغذي البكتيريا الصديقة، تقوي النظام المناعي ضد الأمراض الجرثومية. استعملت إلى جانب حبوب الكزبرة للقضاء على كثير من البكتيريات الضارة في القولون. جميع النباتات جيدة لأنها مفيدة للأمراض. جميع النباتات جيدة لأنها مفيدة لجميع الأمراض، لأن النبات فيه مضادات للأكسدة، وفيه ألياف غذائية، وفيه الفيتوستيرول والفيتوستروجين، فيه الأملاح المعدنية، وفيه الفيتامين أ، وفيه الحمض، حمض الفوليك. أن يقتني الناس 3 كيلو من بذرة القطونة، أن تكون معهم في منازلهم. الكمية أن تستعمل ملعقة كبيرة في اليوم جيدة، ونكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله.